خلاصة النظر في نظم مقاصد السور. أحمد ربي منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أحمد ربي منزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، مصليا على النبي أحمد وآله ومن بهديه اهتدى. وبعد هذه خلاصة النظر موضوعها نظم مقاصد السور، سعيا إلى التقريب والتيسير والأصل في مختصر تفسيري، وهي من اجتهاد أهل الفن قد حصلوها بقوي الظن. والله حثنا على التدبر كذا تفكر مع التذكر، والعلم بالمقصود موصل إلى تدبر الآيات فاعلم أولا تحقيق إخلاص العبودية في فاتحة الكتاب كن بها حفي. خلافة الأرض أتت في البقرة، أقم شريعة أجب أوامره. الحق في الإسلام آمن تأمني، في آل عمران ثبات المؤمن. نظمت الحقوق في النساء في مجمع يحمى من الأعداء. أهو العقود والحدود واحذروا، نقضا لها مائدة تقرر. تبرهن الأنعام للتوحيد تنفي ضلالات أولي التنديد. وقصة الصراع في الأعراف ما بين باطل وحق كافي. ويوم بدر جاء في الأنفال وذكر شرط النصر في القتال. براءة تبين الموقف من نفاق أو شرك ومن تاب أمن. يونس في أدلة النبوة تدعو إلى الإيمان حق الدعوة. هود تثبت الفؤاد بالقصص وتغلظ الوعيد للذين كص. ألا اعتبر بلطف ربي في الخفاء وانظره في تمكينه ليوسف. والله ربنا الكبير المتعال، قواصف الرعد على أهل الضلال. الرسل بلغوا ومن لا يتبع ملة إبراهيم في النار يقع. وعد بحفظ الذكر جاء في الحجر وأن يرد هزء أهل الكفر. في النحل تذكير بذي النعماء، رفع النبي جاء في الإسراء. في الكهف منهج الهدى في الفتن، في مريم رحمة رحمن غني. طه وما أسعد مهديا وما أشقى مخالفا يظل في عمى. الأنبياء خير من تعبدا، أولاد علات وويل للعدا. لله تعظيم وللشعائر في الحج والتسليم للأوامر. أفلح مؤمنون خاب كافر، في النور حفظ العرض أمر ظاهر. تنتصر الفرقان للرسول وتدفع الشك عن التنزيل. في الشعر التأييد بالآيات للمرسلين مع هلاك العاتي. في النمل تذكير بالامتنان على النبيين وبالقرآن. في القصص التمكين للمستضعفين والهلك للطاغين والمستكبرين. الأمر بالثبات عند البلوى في العنكبوت وبيان العقبى. بيان سنة الذي تفردا بالأمر والتصريف في الروم بدا. اتبع الحكمة في القرآن واحذر من الإعراض عن لقمان. في السجدة الخلق وأحوال البشر في هذه الدار وفي اليوم العسر. عناية حماية الجناب للمصطفى والآل في الأحزاب. في سبأ أحوال من أوتوا النعم وقد تلي في سنة الله النقم. الله فاطر السماوات القدير، والعبد محتاج إلى الله فقير. ياسين في البعث وفي الرسالة تساق فيها لهما الدلالة. صفت ملائك عباد مكرمون، فليس لله بنات أو بنون. وباطل الخصام جاء في صادي، وأوبة من صفوة العباد. لله دين خالص به أمر، وباجتناب الشرك جاءت الزمر. جادل في آي رب كافر، إن عاد للحق فرب غافر. في فصلت يظهر كون الغرض، بيان أحوال وعقب المعرض. كمال شرع ربنا في الشورى، واقرأ بها عن تركه تحذيرا. حقائق القرآن روح الزخرف، تصورات الجاهلين تنتفي. وفي الدخان قد أتى الوعيد بأن يجازى المشرك
يدرك العنيد وفي الدخان قد أتى الوعيد بأن يجاز المشرك العنيد في الكون آيات أتت في الجاثية للشرع والإيمان حقا داعية في سورة الأحقاف حاجة البشر إلى الرسالات وللعاص النذر حرض على القتال يا محمد لعز مؤمن وتوهين العدو إنا فتحنا سورة بشيرة بالفتح والمغانم الكثيرة في الحجرات أدب اللسان مجتمع يحقق الإيمان وعظ القلوب قد أتى في قافي بالموت والبعث التعظ يا غافي في الذاريات الخالق الرزاق فاعبده وحده له استحقاق في الطور رد الشبهات بالحجج على المكذبين والحق بلج في النجم صدق الوحي ثم في القمر قد يسير القرآن واحتوى النذر ذكر بآلاء من الرحمن للجن والإنس وبالجنان الناس أصناف بيوم الواقعة خافضة قوما وقوما رافعة وفي الحديد آمنوا وأنفقوا وسابقوا وبالنفوس فارتقوا قد سمع الله التي تجادل فعلمه علم محيط كامل في الحشر أسباب لنصر المؤمن وقوة الكفر بها في وهن عاد عدو الله في الممتحنة قل في أبينا أسوة لي حسنة انصر كما في الصف هذا الدين فيصبح الأخيار ظاهرين الله من بالرسول والجمع جاء المنافقون فاحذرهم ودع حذار مما يورث الندامة إذا أتى تغابن القيامة عظم حدود الله في الطلاق من اتقى فهو لخير لاقي من اتقى فهو لخير لاقي من اتقى فهو لخير لاقي تربية البيوت في التحريم في طلب الرضا وفي التعظيم تربية البيوت في التحريم في طلب الرضا وفي التعظيم إظهار ملك الله جل الله بسورة الملك ألا نخشاه أثنى على نبيه في القلم مثبتا مدافعا فلتعلم يسر مؤمن إذا القيامة تحق والكافر في ندامة في سأل الجزاء غير مشتبه لمنكر البعث ومن صدق به نوح له في الصبر خير منهج يثبت الداعي حتى الفرج قد آمن الجن فأدركوا الثنى فوبخ المتخذين الوثنى للدعوة العبء شديد الثقل فلتستعن عليه بالمزمل أمر الذي ادثر بالإنذار وللمكذبين حر النار يوم القيامة العظام تجمع من بدأ الخلق إليه المرجع ذكر بهل أتى على الإنسان بالأصل والمعالي والجنان في المرسلات ويل من قد كذب والبعث والجزاء جاء في النبأ في النازعات مشهد الممات والبعث والتخويف للطغاة تذكرة في عبس ارغبها ولا تستغني واذكر كيف كنت أولا الوحي صدق جاء للتذكير يخوف الجاحد بالتكوير كذاك تذكير بالانفطار لجاحد النعمة والكفار للمؤمن البشرى إذا الميزان ينصب للمطفف الخسران تستسلم الأرض وتنشق السماء كذاك فاستسلم أي ابن آدم وفي البروج قوة الله الحميد ونصره الحق وبطشه الشديد يعيد خلق الناس جل الخالق بهم محيط قررته الطارق سبح ودع تعلقاً
بالفانية وآثر الأخرى فتلك الباقية. النار تصلى والجنان العالية وقدرة الله حديث الغاشية. في الكون والحياة والأخرى كما في الفجر ما يدعوك أن تعظم. الناس في افتقارهم وفي الكبد ومسلك النجاة موضوع البلد. أفلح ساع لزكاء النفس وخاب آثم كما في الشمس. في الليل تيسير لمعطي متقي شتان بينه وباخل شقي. وفي الضحى امتنان ربي بالنعم على نبيه وفي الشرح تتم. قد أحسن الخلق كما في التين وهو امتنان لتلقي الدين. في العلق الإنسان إما متبع للوحي أو مستكبر فلم يطع. الوحي في القدر جرى إنزاله وجاء في بينة كماله. زلزلة ودقة الحساب تذكر الأهوال في المآبي. في العاديات ذكر الإنسان مع تحذيره من الجحود والطمع. قرع القلوب قد أتى في القارعة ليذكر الميزان والهول معه. ألهى عن الحساب ذا التكاثر في العصر ناج سالم وخاسر. جاء الوعيد بعذاب الهمزة العائب الناس الجموع اللمزة. في الفيل إهلاك لكائد الحرم يليه تذكير قريش بالنعم. صفات من قد كذبوا بالدين قد بينتها سورة الماعون. الله قد من على محمد بالكوثر الخير ودفع المعتدي. براءة في الكافرون قد أتت من كافر وكفره وأكدت. بشارة بالنصر والتمام وذكر ما يشرع في الختام. تبت يدا صاحب جاه أو نسب صد وعاد الدين مع أبي لهب. وبالكمال قد تفرد الصمد نزهه عن كفء له وعن ولد. ثم اعتصم بالله رب الفلق من شر ما تحذره وتتقي. كذا اعتصم بالله رب الناس يكفك شر المارد الوسواس. والحمد لله الذي هدانا وأنزل الكتاب والميزان. وأنزل الكتاب والميزان. وأنزل الكتاب والميزان.